شاد سبايك لي هنايا 3 مليون. هادو كتمشى بيهم فوق الماء. هادو هما هذا كتكون حتى لهنا ديالك يكون حتى لهنا. يعني كيقولوا لها هي اصلا هي كابوريا، يعني جات من واد النيل. راه واد النيل راه مطار من السنغال وزيد على الاردن وهاود على مصر من مالي تجي. عندنا واحد المشكل كبير، يعني عندي وعند البحريه وعند جميع البحريه اللي هنا عايشين، يعني هذا سميتها العين كروش او كابوريا اللي معروفه هي بكابوريا، سميتها كابوريا. هي من القبه هنايا بداعش، لانها علاش؟ اول حاجه تتخرب لنا الشبايك، ثاني حاجه الحوت من الموسم ديال الحوت من تيبيض تتاكل البيض ديالو، تتاكل هو تتاكل الحوت. يعني بزاف د الحوت هنايا ما بقاوش نقارضوا، نقولوا على شبه منقارض هنا بزاف د الحوت. يعني ما كانش عندنا هنايا من نقول لك 2019 من عهد ديال كورونا، يعني جرعتها العهد المهد الصيد البحري هو اللي دارها هنا عليها الدراسات، والان كل خطره تيجي يدير عليها الدراسات والبحث. وهي هي تطبيض 2 مليون ديال البيضة اللي تتولد، وانت دير بان كل وحده كنوع كروش تنجح لها 200,000 ولا 300,000، يعني غادي تصبر عام عامين تلقى البحر كلشي كامل، يعني البحار غادي يمشيو، ما كانوش فين غادي يعيشوا. بزاف ديال البحارة هنايا معاهم العائله، كل فروكه فيها 2-3 ديال العائلات اللي عايشين، كل فلوكه فيها 2-3 حتى 4 ديال العائلات، وكل واحد عنده 5-6-7 ديال العائله ديال الافراد عايشين معاه. هي ما كانتش عندنا هنايا، راه قلت لك بان المعهد الصيد البحري هو تيدير عليها الدراسات، يعني دار بزاف على نقول لك على الببوش على الصدفات، بزاف دار البحث، ولكن من دار ما كانش عندنا شي مشكل معاهم، يعني ما كانش شي حاجه يعني شي مشكل، تيجي تيدير شي صدفه شي ببوش البحر شي هذا بزاف، ما كانش عندنا المشكل. ولكن من داو تيديروا الدراسات على هذه وتلقوا لها هما بانها جات من مصر، هذه جات من مصر، هما تينفيو هذا الشيء. ويعني كندخلوا معاهم حتى مارتيكا ماشي لهادو ديال دابا، يعني الاول اللي كانوا الاولين اللي جاوا الاولين هما اللي كانوا مساندينهم، يعني بلا ديك الاسماء دابا راهم هذوك، يعني عندهم شي مشاكل اخرين مع الدوله، ولكن هادو الصيد البحري عاد مستمرين في هاد الشيء، وكل خطره تيجيو يهزوا وحده مبيضه تيديروا عليها الدراسات. تنوجه الوزير الصيد البحري والفلاحه، يعني يلقنا واحد الحل، حيت تنضيعوا هاي الفلو، هاي الشبكه جديده عاد لوحه، دابا لوحه يلا البارح دخلت الماء اليوم خرجت لوحه، ما تنفعش لوحه. هذا ديالو هذه الشبكه، حيت هنا كاين 10 ديال الشبكات تتلصق، كل شبكة توصل 3000 درهم بلا لدون وبلا الفرشيشو ديالها، يعني وبلا اللي تخيط، يعني توصل لك 5000 درهم. هذه هي الرخيصة، هذه توصل 10000 درهم 11000 درهم. غادي مبيض هذه مبيضة، هاي 2 مليون وكثر عاد احسبهم. جوج المليون هما عاد واحد السيد من معهد الصيد البحري هو اللي عطاني المعلومات من شحال البيضه ديالها تتولد 2 مليون. هذا 2 مليون اللي هنا هادو كتمشى بهم فوق الماء، هادو هما جات ماتشيكا اللي هي اللي دات هاد الشيء باش حنايا نمشيو نخليوها اللي هي دابا شي 3 سنين وصافي. هاد النوع ديال الكوارز مع عنكروشه حنا كنقولوها بيليغو، ما كتخلي والو في الشبكه، كنرميوها كنمشيو عندها كنجبدو هاد الشيء نجي نروحو. إلا جبنا 100 درهم ولا 50 درهم كاع ما تقولهاش لحد بهاد الوقت، من ما كانت هي كان بخير عايشين الحمد لله. حنا كيما كنسمعو كتقول لك ماشي كل اللي جبتها رماتها هنا، هذاك الشيء اللي عارفه ما نعرف حيشريو علينا ولا براسهم هما، هذيك شي خدمة ديالهم ماشي حد ديالنا، هما اللي عارفين واش بغاو يديروا. كديع الشبكه وكديعوا حتى حنايا دابا انا لاخو باش نسيدو به 3 شهور 4 شهور ما نسيدو به حتى سيمانه غادي تمشي. هذا دابا مريح، شكون اللي غادي يقلعها بعدا؟ هي الاول دير على الحساب غير شكون اللي غادي يقلعها. جوج خطرات في العام 3 مليون 4 مليون اللي كتولد صافي، دابا ما بقيناش صافي. ها هي الشبكه هذه شحال عندها؟ ولا عندها شي 3 ولا 4 سوايع في البحر وصافي. الشبكه مقطعه صافي صافي، ما عندها والو يقلو. ها هي كيفاش نقلعوها؟ ها هي كيفاش؟ شو حيدوها كيفاش نقلعوها؟ هاك حيدوها
حيدوا هذه وهاك حيدوا هذه صافي خلفوا بها شوف كم قطع هذه